أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو حلف إنسان بغير الله تعالى فهل تنعقد هذه اليمين وتجب عليه الكفارة مع أنه شرك أصغر، أم يلزمه التوبة فقط؟ توبة على كل حال تلزمه التوبة، وبعض العلماء يرى أن عليه الكفارة أيضا مع التوبة، والقول الصحيح أنه ليس عليه كفارة. نعم.